لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطياتنا على مدار اليوم، وهذه تغطية خاصة هنتكلم فيها مع حضراتكم عن أسعار الذهب اللي بتواصل ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي في البورصات العالمية في تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك مع استمرار وتيرة الصعود في معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أوروبا وأغلب دول العالم، بالإضافة إلى استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا يعني بالتأكيد بيزيد من الطلب على الذهب بوصفه الملاذ الآمن. في مصر ارتفعت أسعار المعدن الأصفر وسجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع، لتتخطى الأسعار حاجز 1000 جنيه في العيار الرئيسي عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، ل1020 جنيه للجرام، مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية وتحرك سعر الدولار في السوق المصرية. أما عن تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر، في عيار 18 بيسجل 873 جنيه للجرام، عيار 21 بيسجل 1020 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1162 جنيه للجرام. أما بالنسبة للجنيه الذهب فبيسجل 8160 جنيه. كشف الأستاذ ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية إنه سبب استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر بيرجع لسعر ارتفاعه عالميا ووصول سعر الأوقية ل 1964 دولار للأوقية، مشيرا إلى إن السوق المصرية بتتأثر مباشرة بارتفاع وانخفاض الأسعار في البورصات العالمية بالإضافة لارتفاع سعر الدولار. أشار أيضا عضو شعبة الذهب إلى إن ارتفاع الأسعار مستمر طالما يظل مرتفعا في البورصات العالمية، وأشار إلى كل التوقعات بتتجه لارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، طبعا هذا في ظل تضخم النقل اللي من خلاله بيلجأ الجميع لشراء كميات كبيرة وأطنان من الذهب، مما يتسبب في الارتفاعات الحالية لأسعار الذهب. أشار أيضا عضو شعبة الذهب إلى أن هناك احتمال لحدوث انخفاض طفيف في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه عند الارتفاع الكبير في الأسعار بيلجأ البعض لطرح كميات كبيرة بدل الشراء، مما يساهم في انخفاض الأسعار بنسب طفيفة. أكد أيضا نادي نجيب أن القيمة المضافة للمشغولات الذهبية لن تؤثر على أسعار الذهب، خاصة أنها يعني بيتم دفعها على المشغولات فقط زي الدبل، الكربان، الكوليهات، وهذه المشغولات بيتم دفع ضريبة القيمة المضافة لها بالإضافة لرسم الدمغة، وهذا طبعا بيدفع مقدما عند دمغ المشغولات في مصلحة الدمغة والموازين. طبعا مع استمرار ارتفاع الأسعار بيتوقع عضو شعبة الذهب إنه أعلى سعر من الممكن أن يصل له سعر جرام الذهب هو 1100 جنيه، مشيرا إلى أنه يعني سبق وأنه وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ل 1090 جنيه، ثم عاد مرة أخرى للانخفاض إلى أن وصل ل 990 جنيه للجرام. نصح عضو شعبة الذهب الراغبين في اقتناء الذهب والمقبلين على الزواج بشراء الذهب خلال الفترة الحالية، خاصة مع توقعات استمرار الأسعار ارتفاع الأسعار بسبب التضخم المالي وارتفاع سعر الدولار. أشير إن تأثير ارتفاع الأسعار بالنسبة للمقبلين على الزواج سيكون تأثيره هو ارتفاع بسيط نظرا لحجم الكمية التي يتم شرائها والتي لا تتجاوز عشرات الجرامات. كده وصلنا مع حضراتكم لنهاية تغطيتنا، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في متابعات إخبارية جديدة على مدار اليوم. كنت معكم حور محمد، إلى اللقاء.